السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اسبي شانيل. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لي برونون بيرسونيل سوجي. كاينين دوطخ برونون بيرسونيل، ولكن في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو غير لي برونون بيرسونيل سوجي، اي الضمائر الشخصية. اولا غادي نقول لكم ان هاد لي برونون بيرسونيل سوجي هما اللي كنعوضوهم في بلاصة شخص اولا مبتدا، يا إما شخص يا إما جماد يا إما حيوان. في بعض الأحيان كاينين 8 ديال لي برونون بيرسونيل سوجي. كاين الأول جو اللي هي أنا. فاش كنبغيو نعوضو أنا، يعني في عوض ما نقول سميتي كنقول جو. تو كتعني أنت. إلا هو. إلا هي. إذن إلا هو وإلا هي. نو نحن. فو أنتم. إلا هم. إلا هن. هنايا كاين واحد التشابه في الطريقه ديال النطق، ولكن كنشوفوا ان كاينه اس زايده والمعنى ما كيكونش هو هذاك. غادي نشوفوا علاش. عندنا ال و ال في الاول كيكونوا بلا اس، وهذه كتكون في الحاله ديال المفرد، يعني كيكون بحال مثلا عندنا هنا ال كنقولوا هو، يعني هي واحد، وال هي وحده. إلا كنقولوها المذكر، والأل كنقولوها المؤنث. إل بلا إس كنقولوها المذكر المفرد، يعني ماسكولان سانغولي، وإل كتعوضنا فامينا سانغولي أي المؤنث المفرد، بينما إل أفيك إس كتعوضنا الجمع المذكر أي بلوريال ماسكولان، وإل افيك اس كتعني لنا الجمع المؤنث. يعني الفرق ما بين ال وال افيك اس هو المفرد والجمع، ونفس الطريقه بالنسبه لال افيك اس وال سانز اس. ال سانز اس اللي هي كتعني هي، اما ال افيك اس كتعني هن. ندوزو نشوفو دي زيكزامبل باش نفهمو اكثر. الاول اللي هو جو اللي كيعني موا، اللي كيعني انا. مثلا جو دور، بلاصه ما نقول سميتي ونقول دور يعني انا ناعسه، كنقولو جو كتعوض الاسم ديالي. جو دور، انا انام. تو كتعني لنا طوا، كتعني لنا انت. عوض ما نقول سميتك ونقول شونت كنقولك تو شونت يعني انت تغني. إل كتعوضنا انو ماسكولان، يا اما غارسون يعني انسان، يا اما شيان يعني يكون حيوان، يا اما جماد بحال اللي يبغى. مثلا إل فوا هو يرى. مثلا كريم فوا، يعني باش نعوضو كريم كنقولو إل فوا. إل نو فامينا، في يعني إنسان، شيفر أنيمال حيوان، فوغي جماد. مثلا في عوض ما نقولو فاطمة مونج كنقولو إل مونج، هي تأكل. نو كتعوض لي موا بلس اون اوتر بيرسون، بلاص ما نقولو موا اي فاطمة فينيسون كنقولو نو فينيسون، نحن انهينا. فو كتعني لنا توا اون اوتر بيرسون. باغ اكزومبل فاطمة، فوات ما نقولو تا هنا توا اي فاطمة اوبليي، كنقولو فو زوبليي. فو زوبليي هي
vous oubliez ولكن مع لا ليزون كنقولوا vous oubliez يعني كتعني لنا انتم نسيتم. il avec s يكون nom masculin pluriel يعني بزاف ديال لي غارسون بزاف ديال لي شيان ولا بزاف ديال لي ليفغ كتعوضنا il قبيله غارسون زي سكون غارسون هي كيكون هي واحد وهنا كيكونوا بزاف مثلا il commence هم يبداون il avec s هنا يكون nom masculin pluriel plus un nom féminin pluriel ou le singulier يعني يقدر يكون سمية ديال masculin واحد و سمية feminin واحد ولا بزاف ديال feminin حيت قاعدة اللغة الفرنسية إلا كانوا 10,000 ديال العيالات وكان الرجل واحد كنعوضهم بإل ماشي بإل حيت الرجل هو اللي كيربح إل شونطون هم يغنون مثلا الى عندنا بزاف ديال المغنيين عيالات كاينين وكاين معاهم مغني واحد ما كنقولوش ال شونط ولكن كنقولوا إل شونط والاو ان تي هنايا موي ال نو فيمينا بلوريال في شابغ فوري ولكن هنا في عندها اس وشابغ اس وفوري اس يعني فاش كتكون هنايا ال افيك اس كيكونوا بزاف ديال الفيمينا نو فيمينا بلوريال يعني بزاف يا اما بزاف ديال العيالات يا اما بزاف ديال لي شاف يا اما بزاف ديال لي فوري بحال ال دونس هن يرقصن قلنا هنا ال دونس هن يرقصن مثلا بزاف ديال المغنيات مثلا فاش باش نعوضهم كنقولوا ال ال دونس كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون واضح نتلاقاو فيديو جديد مع السلامه